الزمالة أصلاً اللي هي كانت قايمة على خلق كوادر شبابية قادرة على القيادة المجتمعية وأنها تغير في المجتمع، هي يمكن أكتر حاجة أثرت فيها أني خلتني قبل ما أفكر في تغيير المجتمع وأفكر في مفهوم القيادة نفسها أني أفكر أبتدي بنفسي إزاي وأني أقود نفسي الأول، أوظف مهاراتي، أعرف نقاط القوة عندي علشان أستغلها صح، يبقى عندي كمان القدرة على التغيير بطريقة فعالة أكتر. على المستوى الشخصي كان الحلو إن إحنا كنا 11 شخص، 11 شخص كل شخص في مكان مختلف، كل شخص بتجربة مختلفة، فكان ده إن أنا أجي كل خميس أسمع تجارب مختلفة. كنت حاسة إن أنا ما كنتش في organization واحدة، كنت حاسة إن أنا في الـ 11 organization. من الحاجات يعني اللطيفة في لازورد اللي حصلت إن أنا حسيت إن هي قادرة توفر لي مساحة، مش بس إنه شغل وتدريبات، كمان كان في يعني حاجات منها مهمة يعني وأثرت معايا، لكن كمان الوقت اللازورد يعني وفرته لي سمح لي ان انا اكون بتعلم حاجات اكتر. يعني اقدر اقول يعني ان ازاي لازورد اثرت فيا بشكل شخصي، يمكن خلتني اشجع، يعني انا بحس ده دايما انه يمكن انا كنت او بقيسها كمان على خطوات انا بحس ان انا كنت ببقى متراجعه او متردده ان انا اقبل على الحاجه. بالنسبه لي لازورد كانت هي الخطوه المدروسه في التنميه، بحيث ان انا واحد خريج عايز اخش في التنميه، فهي لازورد بالنسبه لي كانت الهرم ان انا قدرت ابني عليه كل توقعاتي التعليميه الفتره الجايه. خلال لازورد كان في تريننج كانت مختلفه وكانت الى حد ما بتطبق، يعني بتنقلي صوره التنميه بشكل نظري اكتر من هو عملي زي ما بنعمله في الشغل، بقى عندي فكره اكتر عن تاريخ التنميه، القوانين بتاعتها وازاي ابتدت، بقى عندي اكتر فوكابلاريز وعندي فكرة أو وعي عن التنمية بشكل مختلف. برنامج الزمالة المتواجد في الأردن وفي تونس، فده كمان كبر شبكة العلاقات، كون صورة إلى حد ما يعني مبدئية عن المجتمع المدني في الأردن عامل إزاي، المجتمع المدني في تونس عامل إزاي، إزاي في اختلافات وإزاي في تشابهات ما بيننا وما بينهم، وفي نفس الوقت طلعت بشبكة من العلاقات برضو قوية مع ناس من نفس سني مهتمين بنفس الكلام بس في دول تانية. هدف الزمالة هو أننا نضخ دم جديد متعلق بشباب مهتم بالتغيير المجتمعي في مصر، وهدف الزمالة هو أنه يخرج قادة مجتمعيين بيشتغلوا في التنمية والمجتمع المدني باختلاف مجالاته، بحيث ان هم يكونوا عندهم الادوات الكافيه اللي تقدر تمكنهم من ان هم يشتغلوا على الارض بشكل حقيقي. مصر تعتبر دوله شبابيه فيها حوالي 20 مليون شاب، ودي ثروه قوميه. بجانب جهود الدوله لتمكين الشباب، المجتمع المدني ليه دور فعال جدا في تمكينهم. بنركز جدا على ان احنا يبقى لينا دور فإن إحنا نتيح الفرصة للشباب من خلال برامج عديدة ومن خلال أنشطة مختلفة، إن إحنا يعني نوفر لهم الفرص إن هم يقدروا يعبروا فيها عن نفسهم وعن أفكارهم وعن طموحاتهم، وإن هم ياخدوا فكرة بطريقة أكثر عملية عن المشاكل اللي بتواجه المجتمع.